الجميع يدرك أن الكيان الصهيوني الغاشم والغابر يستعمل الثقافة والإعلام لمغالطة الرأي العام العربي والدولي، وعليه اتخذنا من الثقافة مرآة كاشفة لألاعيب هذا العدو الغاصب لكشف ألاعيبه وكشف خداعه، وأيضا لتنوير الرأي العربي بالخصوص والعالمي عموما. وأما الصراع مع العدو الصهيوني ومع كل المستعمرين في العالم هو صراع وجود وليس صراع حدود.